السلامة ومرحبا بكم أينما كنتم، مرحبا بكم في العدد الثاني من برنامج ثري ستارز. حاب نشكر كل اللي تفاعلتوا في برنامجنا في العدد الأول، نقول لكم ميرسي على تشجيعاتكم. ونحب نشكر السادة توت ليكيب لي ليميسيون تاعنا احنا، صابر الشتورو في الرياليزاسيون، احمد جندوبي في التصوير في المونتاج. نحب نسلم على عزيز الشتورو في التصوير، ونحب نسلم توت ليكيب اللي معانا في الميسيون تاعنا برنامج تو ستارز. ذكركم مشاهدينا الكرام للمشاركة في البرنامج تو ستارز في فقرة التالنت، تنجموا تتفاعلوا معنا على صفحتنا فيسبوك، تنجموا تشاركونا على الميل تاعنا تو ستارز بوانت تونيسيا @gmail.com تو ستارز بوانت تونيسيا @gmail.com. ما تنساوش مع تو ستارز خليك انت النجم. ضيفتنا اليوم في البرنامج ثري ستارز هي فنانة تونسية متألقة، فنانة تونسية رجعت بقوة بالغنية كفر مشاعر للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. ضيفتنا هي شاركت في عديد من المهرجانات التونسية وفي خارج. خلينا نرحبوا بفنانة تونسية بشرى سعيد. بشرى مرحبا بيك. اهلا وسهلا بيك كمال وبكافة الناس اللي قاعدة تتفرج فينا. مبروك لأغنية مشاعر كفر للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. يا عايشك بارك فيك. عايشك. قبل ما نتعرف عليك أكثر باش نحكيو معاك، عملنا لك بورتري باش نشوف البورتري تاعك انت، وبعد نعاود نرجعو في البرنامج The Stars. بشرى سعيد فنانة تونسية، وجيت من الصغرى في عالم الفن، ملينا في المدرسة من عمري 10 سنين، تعادت في برامج إذاعية، ومن بعد تعادت في برنامج الخطوة الأولى مع علي الشابي، وبشوية بشوية دخلت في إطار المهرجانات الثقافية عن طريق دور الشباب والثقافة. شاركت في العديد من المهرجانات وحصلت على العديد من الجوائز، كسوة مهرجانات إقليمية جهوية ولا وطنية. مشيت لبنان في برنامج ستار كلوب في قناة الجديد، كنت أصغر مشاركة، الحمد لله شرفت بلادي. لكن بعد رجعت باش وصلت دراستي، كملت قرايتي ورجعت هكا شوية شوية ننتج في الأغاني الخاصة. عملت أغنية قالولي اللي هي من كلماتي وألحاني من توزيع عدن شقرون، عندي أغنية صدمة كبيرة كيف كيف من كلماتي وألحاني توزيع شكري بوديده، وعندي فما أغنية عملت ديو عراقي مع فنان عبو الشيخ وتصورته في ألمانيا اسمه زعلنا وما تراضينا، عمل فيلم 18، وبرشا أغنيات أخرين. ديجا عندي جديد، جيتكم بجديد، عندي أغاني باش نصورها مع طريقة الفيديو كليب، وعملت ديجا واحدة اللي هي كافر لأغنية مشاعر، إن شاء الله تكون عجبتكم. ديجا الحمد لله الأصداء طيبة لحد الآن. ورجعت هكا نمشط، كملت قرايتي، تكملت حصلت على ماجستير متاعي بتفوق في القانون، وبإذن الله كل مرة نجيكم بحاجة جديدة. تابعوني وتابعوا صفحتي الرسمية والقناة متاعي على اليوتيوب. مع تحياتي. رجعنا بعد البورتري في برنامج ستاس. قبل من نحكيو، قبل من نتحدثوا مع الفنانة التونسية بشرى سعيد، ذكركم تنجموا تكونوا معنا في برنامجنا برنامج ستاس في فقرة التالنت، ذكركم تنجموا تشاركونا، تبعثوا لنا ايميل تاعنا ايميلاتكم على stars.tunisia@gmail.com stars.tunisia@gmail.com ولا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك برنامج ستاس. بشرى مرحبا بيك. عايشك بيك. شي هي غنية المشاعر واحد. المشاعر هو الانسان كله مشاعر، الغنية ذيك بالذات عندها معناتها عندي انا تأثير خاص فيها، سبيسيال سبيشل، فيها علاقة حميمية قريبا. لا لا، نحب الحب راه مش مربوط بين معناها الانتركوب، الحب بس من غير حب ما نحياوش. تحب امك، تحب ابوك، تحب الحياه، تحب الناس، تحب اصحابك، وتحب تحب حبيبك، تحب قطوسك، تحب وديك حاجه من الحاجات. بشرى، دراستك الجامعيه عندها تاثر في المجال الغني ولا دراستي الجامعيه؟ ممكن الفن أثر على دراستي الجامعية، مش دراستي الجامعية اللي أثرت على الفن.
يعني بمعنى انه فما اوقات انا في القرايه وقفت فيهم خاطر عندي مثلا عروض خارج تونس ومن بعد نرجع جو ريكوبير انكور اون فوا يكملوا بعضهم، خاطر انك تكون فنان ومش مثقف ما تجيش بالكل. هي وزاره الفنان يتبع وزاره الثقافه، كيفاش فنان ما هوش مثقف، والثقافه ماهيش مربوطه بشهاده جامعيه. تنجم تكون انت عصامي التكوين، كونت روحك وقريت كتب وحدك، ديجا برشا عظماء ما قام تخلوش قراو معني واخذوا شهاده. سي با اون ريفيرونس الشهاده الجامعيه، بقدر انك انت تقوم بمجهودات باش تحسن وتطور في ذاتك وتثقف نفسك. قل لي بشرى، تعتبر المجال الفني اللي هو الاحتراف الهوايه؟ هو اكيد كيما اي انسان صغير كبر لقى روحه عنده موهبه، من الاول تبدا هوايه ومن بعد تطور تولي مرحله نتاع احتراف، وتنجم الاحتراف ترجع هوايه وتنجم تواصل في الاحتراف. ما نعرفوش على الظروف، ما نعرفوش على الدنيا، ما نعرفوش شنو ربي مخبي لنا. في البورتري حكينا معاك على البداية تاعك انت وكل شيء. شيء حاجات اللي ما قلتهمش في البورتري تحب تضيف تقولها؟ حبيت نقول نشكر المعلم تاعي في المدرسة، لأنه هو كان عنده الفضل عليا باش ندخل في المجال هذايا، لأنه دارنا صحيح يحبوا الفن، لكن كانوا بحكم كيما العائلات الكل يخافوا على سورتو كي تبدا طفلة وتغني وصغيرة، يخافوا عليها من الدومين سورتو المعروف بالفن اللي هو الطريق صعيب في برشا مشارقة. هو اللي هزني من مكتب، هزني من البرامج الإذاعية، وبديت بشوية بشوية من إذاعات مهرجانات، بديت كنت متأطرة في دور الشباب والثقافة، وشاركت في برشا مهرجانات إقليمية جهوية وطنية، وتحصلت على برشا جوائز الحمد لله. عائلتك وقفوا معك في الدومين في الفن؟ قلت أنت بديت صغيرة مع الإذاعة الوطنية. إيه بديت صغيرة، بديت عمري 10 سنين ولا 9 سنين معناها في الدومين، دونك أوتوماتيكمون با خاف عليا أمي كيف، وصارت هكا في العائلة، مش عائلتي الصغيرة، العائلة الكبيرة، كيفاش وجي بابا كيفاش بنتك تدخل تغني ودومين سافا با إنسي دو سويت. لكن هو انا معناتها بابا وامي فنانين، معناتها صحيح ما دخلوش معناها الاحتراف، لكن فنانين برشا. في بابا مثلا من عشاق عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب ونجاة الصغيرة، وامي من عشاق اسمهان ومن عشاق ذكرى محمد الله يرحمها، يعني يحبوا الفن. شجعوني هكا في اطار المهرجانات، كانوا يهزوني معناها ويجيبوني خاطر خايفين عليا، ومن بعد بشويه بشويه كبرت وعملت على نفسي. وبطبيعه انا بابا معناتها فيغ بيا برشا، فيغ لينا فنانه، وفيغ زيد لينا كملت قرايتي معناتها تحصلت على الماجستير في القانون. باه نوجه لهم تحية عائلتك فرتين فرتين، لأن هما فنانين تعشقهم تسمعهم. برشا فنانين يعجبوني كيما ذكرى محمد الله يرحمها، كيما نجاة الصغيرة، كيما شيرين عبد الوهاب، كيما أنغام، كيما جوليا بطرس، ما عنديش كيما آدم فرجيل مثلا، فضل شاكر، برشا مدارس فنية. نحكيو على التونسي. عطوسي ذكرى محمد الله يرحمها بالنسبة لي أنا من توب دي توب. عندي طلب منك. إيه. سمعنا حاجة. ذكرى محمد الله يرحمها. الله يرحمها. أوكي. 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 نمشي بترانزيشن اسمه أكابيلا ذكرى ذكرى الناس عن بشرة سعيد بتغنينا ذكرى محمد ونعطينا نشعو في البرنامج تسعس. اللي خدونا عليه وشغلنا عليه وسهرت انا ليه ما نداني، قلبي في هواه ما وعود وملاني وعود وليالي هواه وحشاني، قلبي في هواك يا حبيبي حبيبي طول الحياة، يا حبيبي حبيبي قلبي هواك يا حبيبي حبيبي طول الحياة، يا حبيبي حبيبي يوصل هوانا لآخر مدى. الله عليك صوت يا بشرة، يا بشرة سعيد. ذكر المشاهدين اللي حبوا يشاركوا، اللي عندهم موهبة، عندهم موهبة في الغناء، في الرسم، في كل المجالات، حتى التيك توك، انستغرام، كل شيء، لازم تشاركوا معنا على الايميل تاعنا thestars1tunisia@gmail.com thestars1tunisia@gmail.com. تعرف بشرة، تعرف علاش قلت لك تالون وكل شيء؟ خاطر احنا مشاهكين سمعت بيك وقت عمرك 16 سنة، مشيت لبنان، مشيت
صحيح؟ صحيح. مشيت شاركت البرنامج المواهب ستار كلوب على قناة الجديد نيو تي في الجديد في لبنان. صحيح. نيو تي في كيفاش من مرحلة الكاستين كلي في تونس تحيك تماما المرحلة المباشرة في ال جي صدفة أغرب من الخيال لأنه أنا ما كنتش أصلاً في مخي باش نمشي للميسيون وباش نمشي نعادي كاستينج. كان تقرأ معايا طفلة نسلم عليها اسمها سندس، هي مغرومة بالفن والغناء، قالت لي فما راهو برنامج جي وقاعدين يعملوا في كاستينج وراني خايفة باش نمشي وحدي. قلت لها نمشي نونسك أما ما نمشيش معاك أنا خاطر بابارا مش باش يخليني بيسكو قاعدة نقرأ وكل. مشيت معاها ما كنتش نيو باش ندخل كبشت فيا قالت لي هيا ادخل معايا هيا ادخل. دخلت الكاستينج قبلوني، قلت لهم راهو انا طريقه قبلتوني اما راني ما نجمش نمشي، راهو بابا مش باش يخليني نطلع على لبنان خاطر سبق وني ربحت في جائزه باش نطلع على المغرب وما خلانيش وانا صغيره. قالوا لي واش يهمك اعطينا نمرو بوك وتو نحن نتصلوا به ونقنعوا. ايفيكتيفمون هذاك هو اللي صار، معناها اتصلوا بدارنا باش هكا حكيو مع بابا باش عملي ترخيص خاطر صغيره ما نجمش نطلع من غير ترخيص ابابي، وعملي ترخيص أبي وطلعت. بيه أنا على ذكر الميسيون ستار كلوب سمعت كانت من المرحلة الأولى الكاستين قبل من المرحلة الأولى الانتقال لستار كلوب كانت نورمالمون تتعدى في البرنامج ما اللي هنيني ما تشوفكش في الموزايك كافيه مع وليد بسبيس. لا ما كانش هكاك، الميسيون تاع وليد بسبيس كانت وحدها دايوغ وأنا شاركت فيها صغيرة، كنت أصغر مشتركة واللي يربح يعملوا له يا اما اغنيه جديده والا يعملوا له اعاده اغنيه. وفي الجروب نتاعي انا ربحت في برنامج العين ما تشوفكش، دونك قاموا باتفاق مع ستار فويس فوني قاموا سجلوا لي اغنيه اللي هي معناتها اعاده توزيع اغنيه اللي هي اغنيه كيد العزيل للفنانه المصريه عايده الشعر، ووقتها تعدت في الكاسيت ولقات حظها. باه ما تخممش باش تعاود تشارك حاليا؟ مش في مخي لكن ممكن نغير رأيي ما نعرفش. لو تتمنى باش تشارك في برنامج مواهب أنا هي أحسن برنامج عندك ثقة باش تشارك فيها مثلا The Voice Star Academy ولا برنامج مواهب هذوما؟ منيش الحقيقة متاع ربي منيش نتبع فيهم البرامج هذوما، مش مغرومة برشا خاطر تعديت مرحلة في حياتي أنا مع وضد راه البرامج هذوكم، مع إنه هما يعرفوا بيك للعالم العربي خاطر برشا فنانين باغ اكزومبل في تونس وحتى محترفين كانوا يخدموا ما عرفوهمش العباد كان عن طريق البرامج هذيك. وفي نفس الوقت أنا ضد على خاطر فيها نوع من الشهرة الوهمية اللي هما عبارة أنت معناها يتجروا بيك يعمل إيماج لكن ما فهميش سويفي ما فهميش من بعد التبني الصحيح هذاك معناتها واحد في الألف باش يصير. أنا في برنامج أستاذ برنامج خاص للمواهب اللي عنده موهبة، تذكرهم المشاهدين اللي عندهم موهبة ليش يبعثون على الميل تاعنا thestars.tunisia@gmail.com thestars.tunisia@gmail.com. نتعطيو الآن إلى ترانزيسيون تالنت ونعاودو نرجعو باش نجيبو موهبة جديدة. تفضل. مثلا معكم في البرنامج في ستارز في فقرة تالنت شابنا فنان ولا ممثل ولا حاشر منعرفش نتعرف عليه بعد قليل، هكلكم تشوفوا تتفاعلوا معنا على صفحتنا الرسمية على فيسبوك في ستارز ولا تشوفوا تشاركوا معنا أيضا على الميل تاعنا عنده موهبة تشوفوا تشاركونا على الميل تاعنا في ستارز tunisia@gmail.com الموجود على الأسفل الشاشة وتشوفوا تتفاعلوا معنا على فيسبوك ولا عشان يوتيوب. ضيفنا في فقرة تالنت ضيفنا هو خلينا نستقبلوه في كل حب كمان روما. كمان مرحبا بيك. عايشك مرحبا بيك. شحنك الحمد لله لاباس انت جوك به الحمد لله. قبل ما نتعديو فقره البورتري باش حضرتك البورتري اللي كنتي باش تعرفوا عليك اكثر تفاصيل انا خلينا نسلو بشرة حسب رايك شيء موهبته كمال روما؟ نعرفش حسب رايك بالملامح تاعه في الوقت تحسوا رسام ان شاء الله نكون هكاك ان شاء الله نشوفوا بورتري كمال روما. علاش مش حكيو بعد علاش اختار كمال روما بعد شوي نتعطيو البورتري بعد راجينكم في برنامج ستارز.
كمال روما. عندي موهبة في الفن الشعبي ومغروم بالميدان هذايا برشا، ونحب نوصل نعمل أثنية كما برشا عملوا سامي في الميدان هذايا، برشا سميها مكبار، برشا فنانين. مغروم بالميدان هذايا من اللي أنا صغير، وعندي مدة في الميدان هذايا، وإن شاء الله على قريبة عندي زوج غنيات إن شاء الله تسمعوهم ويعجبوكم، وإن شاء الله يكون برنامج هذايا طالع خير علينا، ويعطيكم الصحة. رجعنا بعد البورتري، وضيفنا هو كمان روما. كمان روما مرحبا. مرحبا يا عايشك. قل لي علاش اخترت اسم تاعك انت اسم فني كمان روما؟ كمان روما هو اختارني الاسم كما قلت لك، مش انا اخترته، اختارني مليانة صغير. حكاية غرام حكاية كبيرة برشا، مليانة صغير عمري 5 سنين 6 سنين حاجة كيف هكاك. انت تعشق روما؟ هكاك برشا زيد. بالك حبيت تحرق برشا مرات ما كتبتش برشا مرات ما كتبتش بيه نحبك ككورة كهستوريه كهي بلاد كبرشا حاجات كحضارة على الأخر. ولا بالأساس مغروم بروما مغرومين بالكرة القدم ولا كيف؟ كل شيء. قلت لك هستوريه ككورة بلاد ثقافة. تشجع كورنا في الكورة في تونس؟ لا في روما. توتي أكيد. وكيفاش بديت الدومين تاعك الفن الشعبي؟ والله بديت مغروم ملي انا صغير، معني نقرا في المدرسه فهمتني، ملي انا صغير نقرا في السنه الثانيه سنه ثالثه نسمع في لطفي جرمان. هذه ابسط حاجه. الله يرحمه. الله يرحمه فهمتني، هذه ابسط حاجه بيني وبينك الفيزا. نحن وقت نلموا واحد مغروم كيفي انا كيف هكايا صغير يلم معناها كل واحد ياخذ من عنده كذا باش نشري كاسات باش نسمي باش نروح نسمع. وانا الحمد لله انا صغير معناها سمعته، انا في العمر هذاك سمعته والله فحضرته. كان عندي حلم معناه نحضر العبد هذيك ونسمع واللايف ولا نشوف ولا نصور معاه، حلمة كبيرة معناه. قابلته مرة لطفي جرمانة؟ برشا مرات قابلته. أنا لطفي جرمانة هو بالنسبة لك أنت قطوة لك أنت؟ هو الأولاني، فما برشا زاد غير، مش برشا بقى اللي يعرف يغني في تونس كما نحن نقول. كيما شكون؟ كيما وليد الصالحي، نبيل وحيشي، فتحي ولد فجر الله يرحمه، لطفي الورغمي، هذوما معناه، عبد الرزاق قريه يرحمه زاد كيف. قول لك كمان علاش اخترت اساسا الفن الشعبي؟ انا حالة عينيا في الدار نلقى برشا آلات موسيقيه في الدار، نلقى ولد عمي يعزف، خالي يعزف، بابا يعزف، عيله كامله معناها فنيه بصفه عليا باش نغرم بالشيء هذاك. اللي تربيت في الحومه؟ تربيت في وسط فني معناها في الحومه، حتى اللي ولد حومتي كل شيء فنانين، انا برشا فنانين معناها في حومتي، انا خرجوا كل شيء توا بسامي، انا وانا برشا فنانين معروفين. شكون شجعك في الفن الشعبي؟ والله شجعت روحي، شجعني واحد صاحبي قريب لي على الاخر، شجعت روحي الاكثر بحكم انا قلت لك دارنا في دومين الفن وكل شيء ما حبونيش معناها تبع دومين هذاك. بعد عيط لك شويه مش برشا، ما عندي صاحبي شجع فيا على الاخر، وعندي صاحبي زاد وعشيري نبيل وحيشي ولد الصالحي شجعوا فيا على الاخر، خاصه ولد الصالحي زاد برشا شجع فيا. ولد الصالحي من احلى ما فما اكيد على الاخر حاجه هايله. وليد عنده اكيد انتاجات جديده وكليبات جديده مع المخرج حسام. هو ديجا البارح خرج هبط اغنيه جديده وهبطها فيديو كليب، هبطت عندها برشا في ابلكيسيون، والبارح هبط فيديو كليب جديد نتاع اغنيته جديده. نوجه له تحيه وليد صالح. اكيد نوجه له تحيه عشان صاحبي على الاخر. شو باش تسمعنا؟ والله باش نسمعكم اغنيه نبيل وحيشي انا كده في العهد والايام. قبل ما نتعطيو نسمعوا الموهبه تاعك انت، انتم تنجموا تشاركوا معنا في البرنامج ثريسترز، مع لينك ممكن تبعثوا لنا مشاركتكم على الميل تاعنا ثريسترز.تونيسيا@gmail.com ثريسترز.تونيسيا@gmail.com. نتعطيو الموهبه تالون لكمال روما، وبعد تعطوا نرجعوا نشوفوا تقييم بشرى سعيد. يا خاتم صبعي حبيتك تتكلم وتقول لي وعلاش ناوي، وتقول لي وعلاش ناوي من اليوم اللي شريتك تسبعي حطيتك، قالوا لي انت ما تساوي، قالوا لي انت ما تساوي. هلا لوها
الخاتم مكتوب ما منك شروط. جاوبني يا روحي جاوبني يا روحي، صرت وحدي غريب داروا فيا العيب، وكثرت انا جروحي وكثرت انا جروحي. لا 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 يما يا لا لا لي يما لا لي يما لا لي. يعطيك الصحة كامل روما، عايشك، تحية ليك، خليني ننسى حلوة مميزة، عايشك. حبيت في هذه المناسبة نحب نوجه تحية صفوان بحري، قولوا ميرسي بوكو اللي كنت معنا في الليميسيون. بشرة، احكينا، رأيك يهمنا. رأيي خاطر أنا نقول نعطي رأيي، ما نقيمش، مانيش مؤهلة باش نقيم، أنا فمانيس مختصة في التقييم، لكن رأيي كمستمعة وكهكا عندي ودون موسيقية أبارلينا فنانة. الخامة موجودة لكن لازم برشا خدمة. ديجا هو سألته قبيلة قال لي هو قاعد يدرس في الفوكاليز وكل باش يطور موهبته، خاطر ماك تعرف الموهبة لازم تتسقل كيما اللغة، قد ما تعمل فيها براتيك قد ما تتمكن منها. دونك انا ننصحه باش يكمل يواصل في الفوكاليز باش يركز في الطبقة، خاطر فما شوية هكا العشرين يركز في طبقته شوية تراك زيت شوية تراك حاجة خايبة. ورد بالك راهو أكبر الفنانين في العالم واللي معناتها يطلعوا آلاف المرات أشاك فوا يطلعوا شدهم التراك، يعني حاجة ذيك ذيك، خاطر الإنسان يكون حساس ويكون عنده حس بالمسؤولية اللي هو باش يطلع قدام الناس، ومش خوف، هو نوع من المسؤولية على كتفك. دونك نتمنى له أنا كل التوفيق، ونتمنيه يكمل يسقل موهبته، خاطر الموهبة وحدها راهي ما هيش مسقولة ولا ما تخدمش عليها باش تكون ليميتي برشا. عايشك عايشك. قداش تعطي النوت؟ ما نجمش انا لا اقيم، انا نعطي في رايي، مانيش في مرحله نتاع باش نوصل نقيم بها، ما عنديش انا تجربه نتاع 30 و 40 سنه في الفن باش نجي، ولا دراسه موسيقى باش نجي نقيم اي فنان ما هو كان هو، فهمت؟ صحيح ممكن انا نفوتوا بالتجربه معناتها هو مازال في اطار الموهبه وانا في الاحتراف، لكن انا ضد اني انا باش نعطي نوت حتى في الدنيا، مانيش مصنفه باش نعطي نوتات، نعطي رايي فقط، وادعو اغلى الاختصاص الاختصاص. باهي كمان قل لي كمان، هذه اول ظهورك في الميسيون، قدمت بعد دخلت في التلفزه؟ لا اول مره معكم انتم أول مرة. كيفاش ترى كواليس الميسيون؟ سوا الكواليس باهية، بشرة منورتنا زاد اليوم، أنت منورنا، وميسيون باهية، وأنا نحبك يا عباد تعمل الميسيون المواهب اللي ما لقاتش الباب باش تدقوا باش تعمل الموهبة نتاعها ولا تعمل الغرامة نتاعها، نحبها الحكاية كيف هكا، نشجع عليها وماذا بينا هكا ديما هكا فما برامج كيف هكا، ويعطيك الصحة أنت زاد، فكرة ممتازة على الآخر. عايشك كمان. كمان تقبل رايها بشرة؟ أكيد نقبل رايها، أنا ماذا بيا يسمعني يقول لي معناه يعطيني تقييمه صحيح، حتى كي ما تحبش تعطي كذا تعطيني تقييم صحيح، بالعكس نصيحة نشرف بها. نصيحة من الدين. أكيد نصيحة محلاها على الآخر وهي محلاها على الآخر زيادة، فهمتني يعطيك الصحة. وكذا هو هذاك شنو عندي باش نقول. قلت لي في الكواليس كمان باش تعمل غنيين جديدة. غنيتين إن شاء الله على قريب. علاش الانتاجات هذا باش يعملوا في إن شاء الله مستقبلا 2021 ولا إن شاء الله إذا غير ذلك، علاش انتاجات يخرجوا في السنة آخر سنة 2020 بداية 2021؟ والله أنا قلت لك أنا راني معناه قاعد نحب نتمكن شوية من الموسيقى وكل شيء، نحب كي نعمل حاجة نعملها معناه بالقدية، ما نحبش نعمل حاجة كيكة وبرة وكل شيء. أنا كما قلت معناه الفنان كي باش يطلع ولا باش يحكي قدام جمهوره عنده مسؤولية، يحب يعمل حاجة تعجب الناس الكل، نحب نتمكن معناه نزيد نعمل شوية موسيقى وكل شيء باش كي نغني حكاية ولا كي نعمل حاجة نتمكن منها نلقاني معناه نعملها أنا معناه راضي، نبدأ راضي على روحي راضي عليها على الآخر. وامور زاد شويه ماديه، خاطر اللي تعرف توا باش تعمل اغنيه وكل شيء ماهيش بالساهر، حتى للفنانين المحترفين احنا فنانين معناها خاطر تصرف على روحك انت باش تنحي من مصروفك ومن حكايتك وكل شيء، باش تطلع باش تشري اغنيه وباش تعملها باش تسجلها باش تعمل كليب باش سبونسورينغ وماركتينغ وبرشا حكايات معناها فيها برشا خدمه،
مش كيف قبل معني بشتاع انت كاسيت وكل شيء وطابت لزافي وشو برشا خدمة خطر وقت الكاسيت محلية قبل طبعا كل شيء كل شيء بتبيع اكيد طبعا كل شيء خطر مش تعمل وانتي وحدك انت تصرف على روحك وحدك ما فما حتى حد بش يعانك ولا بشقف معك ولا شركة انتاج ما فما حتى فماش اصلا شركة ما فماش بشتاع على روحك وهذه ما هذه برشا حكايات فما فما برشا اسوات وبرشا عباد موهوبين ويحبوا يعملوا ما يوصلش باش يعملوا معناتها الوسيله الوحيده اللي باش تعمل تعطي الانتاج كل شيء كي على الخصوص على الفيسبوك اكيد اكيد على الفيسبوك اليوتيوب انستغرام اكيد اكيد اكيد, أكيد. هذيك الطريقه الوحيده للفنان باش يخدم الخدمه هذيك وبرشا فنانين تو يعجبني مثلا وليد صالحي طور في خدمته عمل في الديجيتال وكل شيء فما شكون له هيلو بهكيت هذيك الكل انا حب معناها هذيك قدوه عندي انا خدمت تعجبني برشا طور في روحه طور في المز وطور في برشا حكايات باش ونجو مع احترام بشرى سعيد ولا حاجه باش نشوفوا عمل علاش لي بشرى وكمان مستقبلا ولا ولا محمد. حاليا مستقبلا بعد ما يتمرن وكل شيء ما راني مانيش معناتها نقول فيها بتكبر ولا بحتى نوع من التنمر قال الرجل كي يزيد يطور موهبته بالكدي بالكدي علاش لي علاش لي شنو المشكل كيفاش نعمل ديو مع فنان شعبي بالعكس حاجه بلوس لي انا جمهور الفن الشعبي يتعرف عليه اكثر من الفن الوتري بالنسبه لك انت بشرى سعيد كفنانه احترافيه تقبل تعمل عمل مع فنان موهوب من مواهب اي طبعا ما عندي حتى ادنى مشكل اما يكون موهوب وكيفاش نفسرها لك ويكون ديجا تنجم تكون موهوب وتنجم معناتها تكون صوتك مخدوم اكثر بعباره اوضح يعني هو موهوب نقص شويه خدمه حكينا فيه الموضوع هذا وهو عجبني فيه اللي هو متصالح مع روحه وانسان يقبل النقد انا نعرف شنو باهي انه انسان يقبل النقد خاطر ساعات تجي انت انسان تحكي معاه في الحقيقه يتغشش ولا مثلا يخذب خاطر ويقول لك شكون هي ولا شكون وذاك باش يقيمني علاش قلت لك انا ضد كلمه التقييم في حد ذاتها ما تعجبنيش انا مانيش مجعوله باش نقيم ومانيش في موقع اني باش نقيم العبيد انا نعطي رايي بكل بساطه وفي الفن ما نجمش نجامل نجم معناتها ما نجمش نقول لك صوتك برافو حلو برشا الخامه موجوده شويه خدمه بالفوكاليز كما قال لك هو ديجا واعي بالموضوع هذايا وباذن الله يتطور بكدا كي يوصل للمرحله انه مثلا يولي ركز الصوت ركز ما عادش فيه رعيش وفيه يتحكم فيه اكثر من هكاكا علاش ليه ما نعملش مع ديو كمان عندك عندك شي رساله تحب توصل للفن الشعبي رساله باش نوصلها للفن الشعبي انا اول حاجه الفن الشعبي نغير عليه برشا ونشوف فيه برشا دخليه وعباد نحبش نسمي عباد باش تغني كذا و على الفن في جنرال مش على الفن الشعبي على الفن الكل لا على الفن الكل وانت تشوف شنو الفن تاعني ديجا انت تشوف توا شنو هي صاير في في في, في, في مدينه الثقافه شنو هي الوقفه اللي عاملها الفنانين صايب الليل صايب الليل فهمت كل شيء احنا باش نحكيو بعد صايب الليل مع بشرى انا نغير برشا انا ساعه نشوف عبد ما يعرفش يغني ولا كذا معناها نغير عليه ما نحبش يكون يتعدى هذيك حاجه معناها عزيزه وغالي ما نحبش كنت عندك حاجه عزيزه وغالي ما تحب حتى حد يتعدى لك عليها معناها كل واحد يشد الميدان اللي نتاعو مش اللي يجي يشرك مع الفن وكاو يقول انا فنان كلمه صعيبه برشا راهي فنان يحب لها برشا خدمه صحيح حك راسك ولي فنان في تونس اكيد باهي كمان روما يعطيك الصحه اللي كانت معنا اليوم في البرنامج خليك كلمه ختام خليك مجال تعمل ريميكسمون تحيه لشكون نحب نعمل المسلم عليك انت كنت شرفك بيا جيت بحثك في البرنامج هذايا وبشرى زاد التقييم نتاعها اللي محليها على الاخر وكلامها على الاخر ولا نحب النصيحه راي راي رايها محليها على الاخر ونعمل المسلم لاصحابي الكل اللي شجعوني وصفوان البحري صاحبي صديقي وصاحبي وجاب حذايا زاد فهمتني مرحبا بيا ويعطيه الصحه والبابا والامي اكيد شفت محليه العبد كي يبدا يرابل جميل شوف صديقه معناه بيقف معاه حليه وكيف اكيد بالطبيعه حليه انه الانسان يكون غلط خلى من وقته خلى من داره وخلى من ولاده وجي معاه اي بالطبيعه لي زونت بوزيتيف هذاك والمورال اللي يهزوا لك الانسان ما تتمشيش بالفلوس خاصه العبد اللي قريب لك ولا يجي عبد ما تعرفوش ولا ما يعرفكش يعمل معك فازا بيه يخليك ديما تخزر له بيه بالقديه معني ما تنساهاش معاه ان شاء الله يعطيك الصحه كمان روما كنت معنا ان شاء الله مراجع تشي البرنامج بغنيه كفنان محترف ان شاء الله نجيك المره الجايه انا عندي انديو انا وبشرى ان شاء الله ان شاء الله عايشك يا
يعطيك الصحة كمان. يعطيك الصحة كمان روما. ان شاء الله ان شاء الله علاش ليه نشوفوك فنان محترف ونكون معنا ان شاء الله علاش ليه ان شاء الله وان شاء الله علاش ليه تيو انت بوتشلا سعيد واسمه على فكرة باش ينفع معناتها كيفاش نقولها اسمه كمان روما ديجا فني معناتها باش يعاونوا برشا كي كان باش يدخل في دومين الاحتراف سي ديجا حاجة تسمعها ماهيش موجودة وهكا سدي كلك شوز فهمت واضح عندي تامبر خاطر نحب انا نحب نعمل تامبر لروحي وحدي ما نحبش نشبه لحتى حد معناها نسمع العباد الكل ونسمع برشا فنانين اما شخصيتي الفنيه وتامبر انت نحب نعمل نغني بروحي معناها ما نغنيش كيما مش في جلباب فنان في جلباب حتى حد نسمع كل شيء اما ما نتبع حتى حد هذاك البيت انتي معناها نحب نوصل نعمل لك هيك يعطيك الصحه كمال روما عايشك مشاهدين مثلا متواصلين معاكم تذكرتوا باش تتفاعلوا معنا على الفيسبوك وعلى عشان يوتيوب وديش تشاركوا معنا في البرنامج كما روما كان عندكم موهبة في كل مجالات تشوفوا تشاركوا معنا على الميل تاعنا thestars.tunisia@gmail.com thestars.tunisia@gmail.com ميرسي بوكو كمان نتعداو ديريكت الفقرة الموالية ونعيشكم في البرنامج thestars مثلا معكم في البرنامج ثوستارز تذكركم تشوفوا تتفاعلوا معنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك ثوستارز على الفيسبوك وتشوفوا تتفاعلوا معنا على شان يوتيوب تاعينا مثلا مع ضيفتنا الفنانة المتألقة بشرة سعيد بشرة مغرومة بالفن الشعبي يعجبني طبعا الفن الشعبي هو حاجة من تراثنا منا صحيح أنا معناتها كتوجه متوجه للغناء الوتري لكن الفن الشعبي حاجة مزيانة برشا وعندها جمهور زيادة كبير برشا في تونس وفما أغاني معينة في الفن الشعبي يعجبوني نجمو حاجة في الشعبي نجمو شو تسمعني والله غناء للمتألق اللي نحبه برشا ونحترمه ياسر هشام سلام ينجوم الليل الضوية كي طلعت انا وقتها صغيره بالكل ونسمع فيها وعامله بها جو وقتها اول اغنيه شعبيه انتغرم بها ليش كنت هديها لنجوم الليل الضوية نهديها اللي يسمع فيها الكل ويتفرجوا فيها بيه نتعطيه وتوا الناس وانا ويكم ينجوم الليل الضوية وبعد نعاودوا نشوف برنامج توستارز ينجوم الليل الضوية انا عندي معاك ألف حكاية وكلام طويل وكلام طويل وسيني وخليك معايا ما تغيبش وضيف سمايا لنيوف الليل لنيوف الليل من مدة في قربك راغب ينجوم الليل ينجوم الليل وقلبي ذبلان وشاحب ينجوم الليل لو ترضي تولي لي صاحب لو ترضي تولي لي صاحب تشفي الغليل ينجوم الليل 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 الله عليك اول مره نسمع صوت شعبي بغني تاعك ليش بتشوفوك مستقبل تغني شعبي ممكن علاش لي كل شيء جائز ليش بتشوفوا علاش لي ديو مع فن شعبي فنان شعبي؟ إيه علاش ليه دجاج سألت في 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 إذاعة قالوا لي مثلاً لو كان تختار من نجوم الفن الشعبي في الرجال شكون تعمل معه تيو قلت وليد التونسي لأنه أنا يعجبني برشا وليد التونسي في صوته وأم بلس نحسيته كل أحدث نوع من التغييرات على مستوى معناتها هو صحيح الفن الشعبي مزين لكن هو ردوا فينه بالآلات اللي استعملهم ساكسوفون ومعناتها آلات فما غربية دخلها في المزود أعطاه رونق جديد حاجة مزينة ياسر وعلاش قلت ولي تونسي علاش اخترت غنيت نجوم الليل هشام لانه غنيت نجوم الليل الضوي هي اول اغنيه شعبيه انتغرم بها وانا صغيره بالكل مازلت نقرا في الكوليج دونك كي قلت لي غني حاجه حبيت نغني اول اغنيه تغرمت بها بشرى سمعت باش تعمل فما تعامل جديد مع حموده فلاح مشروع تحيه لحموده نوجه له تحية حمود الفلاح هو قبل ما انتهى التعامل الفني احنا عنا علاقة إنسانية كبيرة لأنه هو جيران نحن صغار بالكل والوالدة متاعه صاحبة الوالدة متاعي نوجه لهم تحية زوز
حمودة فنان جون عندكم ما تسمعوا كسوسوا النيفو متاع التلحين ولا متاع الغناء حاجة ما شاء الله عليه. عندي إن شاء الله غنية تونسية باش نتعامل فيها نوية مع بعضنا بدينا دايق التعامل وإن شاء الله في وقت معين مش خرج لما كتعرف الأغاني يزم التوقيت متاع باش تخرج غنية يزم يكون مدروس. عارفين سكوب شيء اسم الغنية؟ لا لا ما نقولش عليه تحبش نحرقها خليها في وقتها مرة جاي صدعني مرة أخرى باش نعطيك سكوب باش عملها باش تونسية هو هي غنية تونسية تونسية اه انتاج خاص انتاج خاص طبعا باش تعبدها في 2021 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في 2021 تشي بحثينا اكاهو تشي بحثينا انت وحمودة هو أكبر نعطيك غنية نجي أنا وحمودة مرة نعطيك سكوب باش ما تعود تجيبني مرة نحكي كما نعرفوا احنا توثوهات هون في الثقافة وكل شيء نحكيوا على هاشتاج سيب الليل. الحركة هذية حركة جميلة جدا ونبيلة من قاموا بها زملائي الفنانين البريكورسور على ما اعتقد هو عمر طرابلسي حاب نوجه له شكر زيادة ونوجه الكافة الفنانين والموسيقيين وغير الموسيقيين اللي قاموا بالحملة هذية وخطر الليل ما يشملش برك الفنانين لأنه الليل فما برشا عائلات تسترزق منه فما السيكوريتي فما التاكسيست فما أصحاب المطاعم فما الفام دو ميناج فما منعرفش أنا فما ديزيربي فما برشا ناس تخدم في الليل رزقهم تقطع. الحركة هذه نحن مانيش ضد الكوفر فو احنا نحب تسوية وضعية اوكي تقول لي فما وضعية صحية كارثية ويلزمنا ناخذ احتياطاتنا لكن يلزمك في المقابل تعطيني حل لانه كل انسان قاعد يخدم عنده عائلة عنده مسؤوليات عنده التزامات يخلص كيما اي انسان في الماء والضوء والكنكيري يخلص فكري ولا في قراية ولده ولا عنده دويات دونك عنده نحب ونحنا حل. لذلك فما اعتصام تو مفتوح انا اسبق ومشيت في الاعتصام الثاني لأنه لولاني ما كنتش نجم نمشي فيه كانت عندي ظروفي الخاصة وضربونا بالغاز وهذه حاجة معناها مش حلوة حتى طرف لأنه نحن كان اعتصام سلمي لكن في ضرب لكن في سبين لكن في ثلب لا شتم لا حتى حاجة من الحاجات السلبية هذوما. عاودنا تويكا نحب نشكر النقيب وبرشا برشا موسيقيين وغير موسيقيين نعاود نقولها اللي قاعدين يقوموا بمجهودات كبيرة في سبيل انه ويحاولوا بشتى الطرق انهم يتصلوا برئاسة الحكومة يحبوا يلقاوا حل الوضعية متاعنا نحن الكل اللي نخدموا في الليل لانه انت عمرك شفت فنان يغني نص نهار الكلنا نخدمه معناها المورد الرزق يجي في الليل الأعراس وقفت المهرجانات وقفت المطاعم وقفت من مارس وقفة العروسات وكورونا في الوقفة الأولانية الكلنا خفنا والكلنا سكتنا وحتى اللي حس بنقص مادي وكذا قلنا ميسالش نحن نضحي وشوية في سبيل أنه تتنحى الموجة هذية متاع الكورونا ونرجعوا كما كنا. لكن مادام استمر الوضع والناس حتى اللي كان عنده ريزيرف وفي فهمت يلزم يلقاو حل معناتها في الطوارئ طبيك حل معناتها كيفاش قولوها اون يورجونس فهمت. لو كنتي معناتها فنانة موهبة ولا حاجة كيفاش ترى الميسون هذي ستارس اللي تشيش على المواهب هذي ليش مشارك فيها؟ بيان سور نفرح كي نلقى معناتها برامج لهيه بالفنانين بالمبتدئين في الفن بالمواهب على خاطر مش الفايده في انه انسان يكون عنده موهبه كهو لازم الموهبه هذيك تتسقل وتكون في اطار معناها صحيح في طريق صحيح وتعرف كيفاش توصل صوتها وتعرف الثنيه اللي لازم تاخذها فما ناس تعاونك زاد في الثنيه اللي باش تاخذها. لكن البرنامج هذا مش بضروره الفن فقط على خاطر البرنامج هذا شي مبرمج مواهب موهبة اون جينيرال هو راهو الفن مش غناء ولا مش غناء او عزف او رقص او الفن حتى في الطبخ في فن كل انسان يعمل حاجه بابداع هو فنان. يعين عليك به شو عندك جديد بعد مشاعر؟ هو انا عندي جديد وجديد هو باش فسرلك شنو معناتها. عندي جديد عندي مده ملي حضرته لكن ما خرجتوش بحكم اللي تخصص في الميموار نتاعي في بالك انت في القرايه ودونك كنت كونسنتري على القرايه كهو. عندي غنيه ضاعت الاحلام باش نصورها ان شاء الله فيديو كليب اللي هي من كلماتي انا والالحان الموسيقار الجزائري فاضل النوبلي من تنفيذ وتوزيع محسن ماطري نوجه له تحيه كذلك. عندي اغنيه اطلع من راسي اللي هي من كلمات والحان سمير عبد الله وتوزيع صبر زفيري كيف نوجه لهم تحيه. وعندي اغاني في الاستوديو قاعده تحضر كيما اغنيه هذوما حاضرين ديجا
جوست باش نخرجهم. وعندي اللي قاعد يحضر اكتويلمون غنيت الجوريه وفما اغنيه اخرى اسمها ليا روحي من كلمات والحان ياسين الزناقي. بالنسبه للكافر نتاع مشاعر هو لشيرين عبد الوهاب انا عوضته بصوتي من توزيع المتالق الشاب الطموح مروان الزايدي موزع ممتاز اللي قاعد ياخذ في صدى كبير في الفتره هذه ومتعامل مع برشا فنانين نجوم وغير النجوم. نوجه له تحيه والاخراج في راس رقيق. نوصلهم تحيه وتلكيب يعطيك الصحه بشرى. نوجه تحيه زاد لحموده خاطر حموده الفلاح كان معايا خطوه بخطوه في الخدمه نتاعي. ان شاء الله تكون بحثنا ان شاء الله. ايوه عندي مع برشا حاجات. اي ان شاء الله يعطيك الصحه. شكرا ليك. شكرا لك انت على الاستضافه. عايشك. حبيت نشكرك نورتنا اليوم في البرنامج ثري ستارز. ان شاء الله ما قلقتكش. بالعكس انا نفرح. مش اول مره نكون معك. كنت معك قبل في الاذاعه وفرحانه بالمجهودات اللي قاعد تعمل فيهم خاطر ان طونك اعلامي نحسك طموح وقاعد تعمل في ريشيرش وحتى كي تجيب فنان تقعد تلوج مشكل تجيبه هكاك تبدا ديجا عندك فكره على شنو عمل في الباركور وشنو بالضبط لي زيميسيون تعدى بهم. وهذه حاجه مزيانه وماذا بينا لو كان برشا الاعلاميين الكل يكونوا بروفيسيونيل بالطريقه هذيا خاطر برشا اعلاميين مالوغوزمون يجيبك يبدا مش عارف عليك حتى شيء ونجم يقول خبر مش صحيح. دونك انا فرحانه بالحوار هذا معك. عايشك بشرى شكرا ليك نورتنا وشرفتنا. ذكر مشاهدين تشاركوا معنا على الايميل تاعنا thestars.tunis@gmail.com thestars.tunis@gmail.com تشاركوا تتفاعلوا معنا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك ولا تشاركوا تعملوا كومنتير على الشين تاعنا على الشين يوتيوب. نحب في الختام نحب نشكر حسين حمدي المصور جاي مع بشرى سعيد اللي كان معنا. وين زاد نشكره برشا اكيد ونشكر له التحيه. حسين نعرفه من كتي كل شيء. نحب نعمل ابيتي ريميرسمون صديقنا فارس تروشد من مجربة يتابع فينا وتيما يتابع في الفنانين وكل شيء. نشكر له التحيه فارس. نحب نشكر كل اللي يتابعوا فينا. نتقابل ان شاء الله الأسبوع القادم في البرنامج ثوستاس. حاب نوجه التحية عم بيتيخ ميخسمو فيسع فيسع توت لكيب تاعنا. نشكر خيال سيسيون في الميسون تاعنا صابر الشتورو في التصوير عسيس الشتورو وأحمد الجندوبي وأيثن توت لكيب توت لكيب سامحوني. نشكركم على المتابعة. نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله في برنامج ثري ستارز. وخليكم مع بشار وبشار سعيد. باي باي. مشاعر تشاور تودع مسافر مشاعر تموت وتحيي مشاعر مشاعر تشاور تودع مسافر مشاعر تموت وتحيي مشاعر يا دي المشاعر Yeah.
يا دي المشاعر.